الله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه وهو يراه؟ هيهات هيهات، والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة، والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته. إن أقواما أحبهم فأحبوه واشتاق للقياهم فاشتاقوا إليه، رأى عبد الله بن عمرو الأنصاري ليلة أحد أنه يقتل، فأوصى جابرا بأمه وأخواته خيرا، فقالت الأم: أين الملتقى يا أبا جابر؟ قال: الملتقى الجنة. فخرج يريد الموت ويتمناه، فأعطاه الله ما تمنى مقبلا غير مدبر. فحزن عليه ابنه جابر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت، والله يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. فقال: تمنى يا عبدي. فقال: تمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمنى يا عبدي. قال: ربي أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: ربي أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني أحللت عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا. ثم جعل الله روحه وأرواح إخوانه الذين قتلوا معه في حواصل طير خضر ترد الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.